شوبينج صار أهين على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، هيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. انتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا، تتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. كلنا منحب ناكل تبولة، بس منعطي الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما بينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي بيبكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين، وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى جزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود. بإصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة 2 سنين، وفيكن تحصلوا عليها ب $32. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلاد بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. لكل ستات البيوت يلي بتهمهم ريحتهم، سوي برو بلس الجديدة هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلا شيت وما بدها كيس وما بيتعدى وزن الكيلو الواحد. بسحب كل شيء من الكبير للصغير، إن كان على السجاد على البلاط وعلى الباركيه. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر، ما قلنا إلا نشرجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركيه، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في لزوم أبدا نشد. متركها تمشي لوحدها، والشي المنيح كمان إنه شكلها الجديد تريانكل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهولة. وإذا بدنا نمرقها تحت التخت أو الخزاين أو حيالها شي تاني، شوفوا شو براكتيكال. منوطيها بهالشكل، هيك بصير فيكم تفوتوها وين ما بدكم. وأكيد هذا الشيء بينطبق مثل ما قلت لكم على السجاد كما على البلاط. سوي برو بلس بتبرم 360 درجة، يعني بمختصر فيكم ما تعتلوا هم إذا ولادكم وقعوا بسكوية أو كورن فليكس أو حيالله شيء تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة منفضي الجارور الكبير من الأوساخ. سوي برو بلس مثل ما ذكرت ما بدها كيس وضبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبدا. سوي برو بلس هي ماشين ما منضبها لأنه تستعمل 365 يوم بالسنة. والعرض هلأ مع سوي برو بلس في 3 هدايا: قطعتين ستيكي برو لتنظيف الفوتويات والتياب وكتير اشياء غيرهم، وهالفرشاية حتى إذا بدنا نشيل شي على السريع. سوي برو بلس أكيد مكفولة لمدة 2 سنين. لتحصلوا عليها بدكن تتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم ب $46 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. اجمالا مشكله الوزن لها حل، بس شي مره فكرتوا بمشكله الطول؟ مع سمارت تول رح ازيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعه المصنوعه من ماده الرابر فيكن تحطوها بالشوز من جوا، وهي كفيله بانه تزيد لكم طولكم لحدود 5 سنتيمتر. سمارت تول ما بتسبب وجع وما لها اي عوارض جانبيه بفضل المواد المريحه المصنوعه منها قطعه الرابر يلي بتاخد شكل الاجر جوات الشوز، وهيك فيكن تتحركوا بريحه من دون ما تزحطوا او تتضايقوا بالمشي. مع سمارت تول صار فيكن تستغنوا عن احذيه الكعب العاليه يلي بتتعب وبتوجع الظهر، وهيك فيكن تلبسوا حيالله شوز مريح وتحصلوا على الطول يلي بدكن اياه من سنتيمتر لحدود 5 سنتيمتر. ما عليكن الا انه تحطوا قطعه من سمارت تول جوات الشوز، وهي كفيله بانه تزيد لكم طولكم وما بتسبب لكم انزعاج. سمارت تول مصنوعه من مواد مريحه مثل ما قلت لكم، ما بتعرق الاجر، يعني ما بتسبب انزعاج، وجع او حساسيه، وبتضاين لفتره طويله. بس ب $20 فيكن تحصلوا على سمارت تول، والعلبه بتتضمن 10 قطع وكل قطعه سنتيمتر واحد. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم بلا اي كلفه اضافيه وين ما كنتوا بلبنان. مثل ما بيقول المثل، الدفع عفا. قد ما بنعطي الهم بس بدنا نطلع على التخت ويكون مسقع. الكتريك بلانكت بنستعملها لتدفينا التخت قبل ما نطلع ننام، ما قلنا الا نحطها بالكهرباء لدقائق قبل النوم، وهي كفيله انه تخلينا دافيين كل الليل. هالالكتريك بلانكت فيها ريموت كنترول للتحكم بالحراره، وفيها 3 درجات حسب نسبه السقعه بالغرفه يلي نحن فيها.
كما أنها كفيلة بإزالة الرطوبة كلياً من التخت وبتساعدنا على راحة الجسم من التعب والإرهاق اليومي، لأنها بتساعد على تنظيم الدورة الدموية وراحة العضلات والأعصاب. متوفرة بقياس المفرد والمجوز، المفرد 150 ب 80 سنتيمتر ب 60 دولار والمجوز 160 ب 140 سنتيمتر ب 80 دولار بس، وأكيد مكفولة لمدة سنة. بتحصلوا عليها بمجرد الاتصال ببستلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين ننظفه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح، الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي 34 دولار والدوبل فيتراج ب 60 دولار، والأهم إنه مكفولة لسنتين. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الأيتمز، إن شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بستلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV.